صباح الخير. صباح النور يا دكتور. كده تمام، الصورة والصوت واضحين عندكم؟ اه يا دكتور. تمام ماشي. نبدأ بقى المحاضرة بتاعتنا النهاردة. طبعا النهاردة هتبقى مادة بحوث السياحة الثقافية. طبعا احنا تعرفنا على حاجات كتير في السياحة الثقافية قبل كده، زي مثلا تعريف السائح والسياحة. طيب قبل كده عرفنا تعريف السياحة وقلنا يعني ايه سياحة، وقلنا ان احنا هنقسمها من 3 حاجات: منظور اجتماعي ومنظور بيئي ومنظور منظمة السياحة العالمية. وقلنا ان احنا لما هنيجي نقول على السياحة هنقول عليها من حيث التعريف بتاعها. يعني ايه؟ يعني هنبص التعريف ده اجتماعي، فاحنا هنتكلم من الناحية الاجتماعية، بيئي من الناحية البيئية. منظمة السياحة العالمية هي المنظمة اللي المفروض هنسمع ليها، او هي الحاجة او المؤسسة الاساسية اللي بتحط التعريف الخاص بأي حاجة لها علاقة بالسياحة. الصوت واضح عندكم؟ اه يا دكتور، بس ما فيش شاشة. يعني انتوا مش ظاهر عندكم شاشة خالص، يعني كل الناس يا شاشة ظاهرة بس لا ظاهرة عادي. ظاهرة عادي. طيب مين اللي مش ظاهر عنده؟ طيب هو حضرتك مش ظاهر عندي شاشة، ظاهر عندي بس يعني ظاهر عندك ايه؟ الأسامي اللي موجودة، لكن الشاشة اللي هي حضرتك جايباها مش موجودة دلوقتي. يعني هي كانت ظاهرة عندك الأول ودلوقتي لأ؟ طيب لو انا مثلا عملتها كده هتظهر عندك؟ ثواني كده، كده ظهرت عندك لا بعد يا دكتور. برضو. هو ممكن حاجة من عندك انت يا سلمى؟ شوفي ضغط على اسم الدكتور هي كده كده شوفي في حاجة. ظهرت. خلاص تمام كده، ظهر كده تعريف السياحة. تمام. طيب كده هنقول الناس ظاهرة والصوت واضح صح؟ كده عند اه يا كل دكتور. الناس ظاهرة والصوت واضح. مش هي أول حاجة كلمة أهلا وسهلا ولا في حاجة بص تانية؟ احنا كده احنا دخلنا بقى في المادة، احنا دلوقتي شغالين في المادة خلاص. أنزل عندي ده ليه ظاهر كلمة أهلا عندنا؟ وسهلا؟ خلاص بقى، انت ممكن بس النت عندك يكون تقيل شوية فمش ظاهر لا عندك أنا الشاشة. صورة، لا أنا صورة مش سلم، مش عارف. طب هخرج وأدخل تاني. ماشي تمام، جربي كده هو كده يا ونشوف. دكتور ظاهر تعريف السياحة ومنظمة السياحة ايوه العالمية بالظبط، احنا كده واقفين عند تمام. كده، منظمة السياحة ومنظور من منظور اجتماعي او بيئي او منظمة السياحة العالمية. أيوة تمام كده. تمام اتفقنا. طب نبدأ بقى تعريف السياحة. اتفقنا ان احنا عشان نشوفها من منظور اجتماعي لازم تبقى حاجة لها علاقة بالبيئة الاجتماعية اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا بنشوف تأثير السياحة على البيئة الاجتماعية اللي عندنا ايه. بنشوفها من بيئي نفس الكلام، بنشوفها تأثيرها على البيئة ايه. منظمة السياحة العالمية قلنا ان منظمة السياحة العالمية دي الأساس بتاعنا، او دي الحاجة الأساسية اللي بتنزل التعريف اللي بنمشي بيه عموما في كل المجالات الخاصة بالسياحة. اول تعريف عندنا اللي هو من حيث اجتماعي او منظور اجتماعي، عرفناه على اساس ان هي ايه. هي المفروض ان هي حركه ديناميكيه تربط بالجوانب الثقافيه ترتبط بالجوانب الثقافيه والحضاريه للانسان. يعني ايه؟ يعني هي الجسر اللي بيكون عليه ثقافه بتتنقل من مكان لمكان، من مجتمع لمجتمع، من بيئه لبيئه. هي دي الثقافه اللي بتتنقل. فاكرين لما كنا بنقول العادات والتقاليد بتتنقل من مكان لمكان؟ هي دي بالظبط زيها. من منظور اجتماعي خدت التأثيرات الاجتماعية زي العادات، زي مثلا الجوانب الثقافية زي المعارف، وخدتها ونقلتها من مكان لمكان. يبقى دي تعريف السياحة من منظور اجتماعي. طب من منظور بيئي؟ من منظور بيئي هنبص على الأماكن الطبيعية اللي موجودة في المكان، هنبص على الأماكن اللي موجودة في المكان ده اللي المفروض بتميزها أو بتخليها إن السياح يجولها أو تعتبر مقصد سياحي ليه. طيب هنعرفها ايه بقى؟ هي زيارة الأماكن الطبيعية والتعرف عليها، سواء كانت دي ايه، تضاريس أو نباتات أو حياة فطرية، أيا كانت هي ايه.
تمام كده. مش بس كده، ده احنا هندخل فيها هي كمان العادات والتقاليد، بما انها بيئية فهي برضو شاملة العادات والتقاليد. طيب منظمة السياحة العالمية قالت ايه؟ قالت ان هي النشاطات اللي بيقوم بيها الشخص عشان يسافر من مكان لمكان، سواء كان المكان ده في بيئته الأساسية أو بره البيئة اللي بيعيش فيها. تمام كده؟ طيب المدة بتاعته ما بتزيدش عن سنة، ودي طبعا هناخدها في تعريف السائح، لغرض أي حاجة سواء كانت تسلية سواء كانت أي نشاطات تانية حتى لو كانت ايه. تمام كده، كل الناس سامعاني أو أي اه يا حد دكتور، سامعني؟ تمام. يبقى انا عرفت السياحة من 3 اتجاهات، اول حاجة منظور اجتماعي، تاني حاجة منظور بيئي، وتالت حاجة منظمة السياحة العالمية. تمام كده. نيجي بعد كده التعريفات الثلاثة اللي احنا قلناهم اهم، اللي هي الحركة الديناميكية دي بالنسبة للتعريف الاجتماعي، وزيارة الاماكن الطبيعية بالنسبة للتعريف البيئي، والحاجة الثالثة والاساسية عندي سواء هي مقسمتها او مقسمتهاش، يعني قسمتها لسياحة محلية او مقسمتهاش، فهي بتكون عندي السياحة العالمية. بعد كده هنعرف السائح. عرفنا السياحة دي الأساس بتاع المادة بتاعي، أنا بتكلم عن السياحة الثقافية، فأنا عرفت السياحة. أعرف دلوقتي مين؟ السائح. السياحة لها عنصرين، السائح الأساس عندي والسياحة. يعني إيه سائح؟ اتفقنا إن احنا هنعرف السائح بطريقة تكون سهلة بحيث إن احنا ما نتلخبطش في تعريفه. أشهر تعريف عندنا للسائح نقدر نقول إن هو كان بتاع سميث، لما قال ان هو اي شخص بيكون عنده وقت فراغ بيقدر ان هو يسافر من مكان لمكان، او لو حددناها بقى ان هو بيكون مدة اقل ومدة اكبر، اللي هو ما يزيدش عن، يقل عن ايه وما يزيدش عن ايه، يقل عن ما يقلش عن سنة مع شهرين تقريبا. لا احنا حددناها ان هي هتكون يوم 24 ساعة وسنة، بيزيد ما عن يقلش عن 24 24 ساعة وما يزيدش عن سنة. بالظبط، اللي هي انا هغير بس المصطلح، هي زي ما انت قلتي بالظبط، بس انا هغير بس المصطلح اللي هي ايه، يزيد عن 24 ساعة وبيقل عن عام. هي نفس اللي انت قلتيه، انت قلت لي ما يزيدش عن، انا بس ظبطتها وما قلتش ما يزيدش، انا عملتها بس جملة صحيحة. تمام، ده اسهل تعريف للسائح. قلنا كمان ان احنا في تعريف السائح نقدر ان احنا نميز بين نوعين من السائحين، قلنا ان احنا عندنا سائح داخلي وسائح خارجي. السائح الداخلي اللي بيكون جوه المنطقة نفسها أو جوه المكان نفسه، لكن السائح الخارجي اللي بيكون خارج حدود الدولة، اللي بيكون مش موجود في الدولة. خلاص. طيب قلنا كمان إن احنا هنفرق في السياحة الداخلية ما بين نوعين، يا إما بيكون زائر اليوم الواحد يا إما بيكون سائح محلي أو سائح داخلي. وقلنا إن زائر اليوم الواحد ده مين؟ تفتكروا مين زائر اليوم الواحد؟ اللي هو ما يقل يعني ما يزيدش عن 24 ساعة. بالظبط، اللي هو لازم يكون في المكان ده ما يزيدش عن 24 ساعة. اما السائح الداخلي، ها لا هيبقى يزيد عن 24 ساعة. بالظبط. طب ما فيش حد غير سلمى؟ طيب اي حد تاني يشارك؟ طيب يبقى ما يزيدش عن 24 ساعة، ده زائر اليوم الواحد، لو زاد فترته عن 24 ساعة هيكون سائح داخلي. يبقى احنا في السائح معرفناش بس السائح، لا احنا عرفنا السائح الداخلي والسائح الخارجي، وقسمنا كمان السائح الداخلي لجزئين. تمام كده؟ تمام. تمام. نيجي بعد كده هنعرف انواع السياحة، وقلنا ان احنا في انواع السياحة بنقسمهم من حيث اهداف كتير جدا. يعني اول حاجة قلناها من حيث العمر، من حيث لو في حد يا شباب عنده سؤال او عنده اي حاجة يسألها. من حيث العمر اول حاجة هنقول من حيث العمر، يعني ايه العمر؟ يعني السن بتاعك، شوف السن بتاعك ايه والسياحة قسمتهم على اساسه. يعني عملت رحلات للناس الصغيرة اللي هما لسه في بداية العمر كده، عملت رحلات للناس الشباب، عملت رحلات للناس اللي هم خلاص ادركوا ان هم شايلين مسؤولية نفسهم، انا مش او المشرف مش هيتحكم فيهم، عملت رحلات للناس اللي هم الكبيرة في السن او المتقاعدين. كل رحلة من الرحلات دول اتفقنا ان هي بيكون ليها السمات بتاعتها اللي بتميزها. يعني سياحة الطلائع احنا قلنا الناس الصغيرة، فاكيد هتكون الرحلات مش بسيطة قوي، وفي نفس الوقت فيها حركة كتير، يعني الطلبة تتحرك كتير. زي ايه مثلا؟ زي رحلات الجوالة مثلا، زي المعسكرات، كل دي بتندرج تحت سياحة الطلائع.
قسمناها كمان لكذا حاجة، يعني قلنا إن الطلائع دول من 7 ل 14 سنة، وقلنا إن فئة الشباب من 15 ل 34 سنة، والناضجين من 35 ل 55، أما المتقاعدين بقى فيما فوق اللي هم الناس اللي بيبقوا عايزين رحلات هادية مش عايزين فيها أي حركة، هم مجرد بس ما يروحوا يقعدوا في مكان ويستمتعوا بالجو بس مش أكتر. بالطلائع دي مثلناها في المعسكرات بتاعة الشباب، او المعسكرات بتاعت اللي هم الاطفال الصغيرين اللي لسه المدرسه بتعودهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، فبتطلعهم مثلا رحلات جواله، بتطلعهم رحلات عشان يشوفوا شكل السياحه دي، بندرجها تحت سياحه الطلائع. تاني حاجه سياحه الشباب. سياحه الشباب دي قلنا ان هي هتبقى ما بين سياحه الطلائع والناضجين. ليه؟ لان هي هتبقى واخده من الاتنين، شامله الاتنين، مش بس هتبقى فيها الحاجات اللي فيها حركه ونشاط ومعرفش ايه، لا ممكن تلاقي فيها جزء كمان اللي هو زي الجواله وازاي تعتمد على نفسك وازاي والحاجات دي كلها. اما سياحه الناضجين بقى فخلاص الشخص اللي قدامي ده بقى ناضج، ما بقاش محتاج المشرف في اي حاجه، فبالتالي هيروح الرحله هيعتمد على نفسه، هيعمل كل حاجه بنفسه. الرحلات دي بيكون فيها الاشخاص عندهم لسه كامل طاقتهم وكامل حيويتهم، فبنحط لهم برامج سياحيه صعبه شويه او فيها مشقه شويه. زي ايه مثلا؟ انا قلت لكم قبل كده زي مثلا سانت كاترين. سانت كاترين بيكون فيها مثلا تروح الجبل، نروح جبل موسى، نطلع فوق نشوف كذا، نروح كذا، غير السفر بيكون مدته طويله. كل الحاجات دي بتكون في سياحه الناضجين. لازم اراعي وانا بحط السياحه او انا بحط الرحله السياحيه، انا عامل الرحله دي للفئه مين، او للسياحة اللي بتندرج تحتها ايه، الطلائع ولا الشباب ولا الناضجين ولا المتقاعدين. ده من حيث العمر. طيب نقدر نصنف السياحة من حيث تاني، هنصنفها من حيث المنطقة الجغرافية. طيب من حيث المنطقة الجغرافية دول قسمناهم لحاجتين، سياحة دولية وسياحة داخلية. مين السياحة الدولية بقى؟ عرفولي كده، حد يعرف السياحة الدولية؟ اللي هي السياحة الخارجية. اللي هي السياحة الخارجية اللي احنا بنقدر نقول عليها ايه، السائح بينتقل من مكان لمكان عشان يكون خارج دولته او خارج المكان اللي هو مقيم فيه. عشان ايه؟ عشان ايا كان حسب غرض الرحلة اللي هو رايحها اللي احنا هناخدها في السلايد الجاي ان شاء الله. طيب السائح الداخلي او السياحة الداخلية يعني ايه؟ ينتقل من مكان لمكان داخل الدولة بتاعته. حلو، اللي هو بيكون بيتحرك داخل دولته او داخل حدود الدولة بتاعته. يبقى انا من حيث المنطقة الجغرافية، جغرافية يعني المكان، فانا المكان المكان يا اما دولي يا اما داخلي. دولي يكون بره حدود الدولة اللي هو قاعد فيها، داخلي بيكون داخل حدود الدولة اللي هو قاعد فيها. خلاص تمام. لكن الغرض من السياحة انا ما بحددوش دلوقتي. بعد كده عندنا السياحة الدينية من حيث الهدف بقى. من حيث الهدف احنا عندنا سياحات كتير جدا. في حد عاوز يسأل حاجة؟ تمام. من حيث الهدف احنا عندنا سياحات كتير جدا. زي ايه مثلا؟ زي النوعين اللي قدامكم دول، وايه كمان؟ ايه انواع سياحات تانية تعرفوها غير السياحة الدينية والسياحة العلاجية؟ السياحة سياحة الرياضية. ثقافية و ثقافية. طب ممكن واحد واحد؟ طيب ها، طب قولي يا سارة. سياحة ثقافية وسياحة مش علاجية، وفي استشفائية تقريبا. لا، ده العلاجية اللي تقريبا استشفائية كمان. احنا اتفقنا ان العلاجية دي ايه، علاجية بندرج تحتها حاجتين، علاجية واستشفائية، انا هشرحها دلوقتي. طب ايه تاني؟ السياحة الاجتماعية والرياضية، سياحة المؤتمرات، الغوص، في أنواع تمام، كتير. ايوه ماشي تمام كده، الصورة واضحة قدامكم. ايوه واضح. تمام، يبقى أنا عندي أول حاجة السياحة الدينية. مالها السياحة الدينية؟ قلنا إن احنا الشخص بينتقل من مكان لمكان بغرض إن هو يزور الأماكن الدينية، أي حاجة لها علاقة بالدين أيا كانت هي ايه. تمام. طيب زي ايه مثلا مشهور عندنا أوي في مصر بنمثله بالسياحة الدينية؟ زي مثلا دير سانت كاترين، ده مثال عندي للسياحة الدينية. يمكن معلش هو اللي فتح المايك تقفله. تمام، السياحة الدينية قلنا هنمثلها عندي في دير سانت كاترين، أو المكان اللي موجود قدامكم دلوقتي في الصورة زي ما انتم شايفينه اللي هو ايه، قلعة صلاح الدين. طيب هي القلاع بتكون ضمن السياحة الدينية؟ بنعتبرها ضمن السياحة الدينية.
او جامع محمد علي زي اللي انتوا شايفينه في الصورة. طيب ايه كمان؟ السياحة العلاجية. والسياحة العلاجية دي بتنقسم عندي لحاجتين، سياحة علاجية وسياحة استشفائية. السياحة العلاجية دي الاساس عندي، اللي هي بتبقى قايمة على المستشفيات. عندنا امثلة مشهورة كتير كده للسياحة العلاجية في مصر. ايه اكتر المستشفيات المشهورة في مصر او اللي ينطبق عليها السياحة العلاجية او اللي بيجي لها ناس من بره للسياحة العلاجية؟ ايه مش عارفين؟ هو الصوت ظاهر قدامكم؟ طيب زايد مش تمام. عارفين. تمام. يبقى السياحة العلاجية. ايه اكتر مستشفى مشهور تعرفوه في القاهرة؟ في مصر، مش في القاهرة، في مصر. 57 57 مش فاكرة خالص. لا مش 57، هما بيروحوا يدفنوا تحت الرمل كده عشان يتعالجوا، بس مش لا لا فاكرة لا، الاسم انا خالص. عايزة مستشفى، مش ولا ايه؟ عايزة مستشفى؟ مش عايزة الدفن تحت الرمل، عايزة مستشفى بيعالج، مستشفى علاجية. تفتكروا فيه ايه؟ زي مثلا مستشفى بيجي عنه اعلان كده في التلفزيون ومشهور، وكل سنة في رمضان لازم يجي عنه اعلان. مستشفى 57 وانا قلت. طب غيره؟ ما هي قالت طب غيره؟ مفيش واحد تاني؟ اول ما هقوله هتقولي لي اه هو ده. بيجي في التلفزيون برضه. ها طيب، هو المستشفى اللي هو ايه، اللي هو المفروض ان هو مستشفى القلب الخاص بمجدي يعقوب، وده طبعا بيطلع عندنا عدد كبير جدا من السياحة سواء كانت داخلية او خارجية خاصة بالسياحة العلاجية. عندنا مستشفى تاني، عندنا مركز الكبد اللي موجود عندنا في المنصورة او في الدقهلية، ده بيتخرج برضو يعني نسبة الاحصائيات بتاعته او نسبة السياحة العلاجية فيه كبيرة جدا. خلاص، يبقى دول كمثال للسياحة العلاجية. طيب السياحة الاستشفائية، عندنا امثلة كتير جدا للسياحة الاستشفائية. زي ايه مثلا؟ يعني ايه الاول السياحة الاستشفائية؟ يعني انا بعتمد على العناصر الطبيعية اللي موجودة عندي علشان اقدر ان انا اعمل سياحة علاجية. يعني انا ما باخدش اي حاجة لها علاقة بالعلاج بالادوية خالص خالص، انا كل الحاجات اللي عندي طبيعية. تمام، زي دفني في الرمال، بتعالج بالمياه المعدنيه اللي موجوده عندي سواء كانت المياه دي كبريتيه او مثلا بتعالج امراض الصدفيه، بتعالج الروماتيزم، بتعالج العقم، ايا كانت هي ايه. ومثلا عندنا في مصر طبعا واحات سيوه اللي هي الماء اللي هي نسبه الملوحه فيها عاليه، دي بتعالج حاجات كتير جدا. وعندنا طبعا الدفن في الرمال زي ما انتم شايفين قدامكم في الصوره اللي موجوده تحت السياحه العلاجيه دلوقتي. عندنا كمان أمثلة مشهورة جدا للسياحة العلاجية نقولها مثلا بره، عندنا في الأردن عندنا مثال كده مشهور للأردن بنعمل استخدمه للسياحة العلاجية. زي ايه؟ الرقم الميت بالظبط، البحر الميت، بنستخدمه في أنواع كتير جدا من الأمراض عشان يستخدم كسياحة علاجية أو كسياحة استشفائية. لكن في المجمل العام أو بصفة عامة احنا بنطلق على النوعين دول سياحة علاجية. يعني انا ما اروحش اقول مثلا قلت من انواع السياحه ما تقوليش السياحه الاستشفائيه، لا انت هتقولي السياحه العلاجيه. بس السياحه العلاجيه دي انت عارف ان هي بتنقسم لحاجتين، علاجيه واستشفائيه. علاجيه اللي هي الحاجات الخاصه بالمستشفيات ايا كانت هي ايه، والاستشفائيه دي الخاصه بالحاجات الطبيعيه اللي موجوده عندي. طيب نيجي بعد كده السياحه الترفيهيه، وقلنا ان السياحة الترفيهية دي بيندرج تحتها كتير جدا من انواع السياحة. بس احنا كسوق جديد او كحاجة جديدة بناخدها، فبنقدر ان احنا نعمل سياحة جديدة باسم نوع جديد. يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ يعني السياحة الترفيهية بيندرج تحتها السياحة الشاطئية، وبيندرج تحتها السياحة الرياضية، وبيندرج تحتها سياحة الغوص، وبيندرج تحتها سياحة الشراع، وبيندرج تحتها كل الأنواع اللي لها علاقة بالترفيه. بس في نفس الوقت قدرت إن أنا أخدها كنوع خاص للسياحة وعملت ليها أهدافها، عملت ليها مثلا الحاجات الخاصة بيها، كل المراكز الخاصة بالغوص، كل الحاجات دي عشان تبقى سوق منفصل لوحده أو حاجة منفصلة لوحدها، بحيث إن الشخص ده متيم او بيحب الرياضة كذا هيجي يلاقي السوق ده موجود عندي. بيحب ان هو يقعد على الشاطئ ويستجم ومعرفش ايه، هيجي يلاقي السوق ده عندي. بيحب ان هو يدخل
مسابقات الشراع والغوص والحاجات دي، هيجي يلاقي السياحة دي عندي. يبقى السياحة الترفيهية هي الأساس، بس بيندرج منها عدد من الأسواق. تمام، السياحة الترفيهية عندي في مصر قلنا ان احنا بتمثل عندي نسبة كبيرة جدا، اللي هي 80% من السوق اللي داخل عندي في مصر. السياحة الترفيهية دي بتبقى قايمة على ايه؟ على ان انا يكون عندي مناظر او عندي حاجات طبيعية اقدر ان انا استغلها كتسويق للسياحة الترفيهية. عندي اكتر اماكن بنقدر نستغلها بشكل كبير جدا في السياحة الترفيهية منطقة جنوب سيناء دي، اكتر اللي هي مثلا شرم والغردقة والاماكن اللي موجودة هناك دي، دي اكتر منطقة بنقدر نستغلها في السياحة الترفيهية. بنقدر نستغلها كمان في السياحة الشاطئية، لان انا عندي عشان يكون عندي سياحة شاطئية لازم يكون عندي الرمال والشاطئ نفسه مساعد، او يكون عامل كويس، ما فيهوش صخور، ما فيهوش حيوانات مثلا مفترسة، ما فيهوش اي حاجة تعيق ان يكون عندي السائح قاعد مستجم بس كده وبيتفرج على البحر. تمام، بعد كده عندي السياحة الرياضية. يعني ايه السياحة الرياضية؟ يعني السياحة اللي بتهدف او الشخص اللي بينتقل من مكان لاخر علشان بس يشاهد الحاجات الرياضية او يشارك فيها، يا اما بيشارك فيها يا اما بيشاهدها، ده بيندرج تحت السياحة الرياضية. طيب بيشارك فيها كنوع من انواع المسابقات، بيشاهدها زي مثلا مثال مشهور عندي كأس العالم بتاع كرة القدم، كل الناس بتروح عشان تشارك فيها، دي نوع من السياحة الرياضية. طبعا معظم الدول دلوقتي بقت بتحاول ان هي تجذب السياحة الرياضية لان بتحقق اكبر قدر ممكن من الدخل اللي الدولة عاوزاه. تمام، تمام كده، تمام يا دكتور. تمام. بعد كده عندي السفاري. يعني ايه بقى سياحة السفاري؟ قولولي كده يعني ايه سياحة السفاري؟ تسلق الجبال وكده. عشان الصورة، انت بتستنتجي من الصورة. وليه المسابقات مثلا سباق؟ السفاري، امال سياحة المهرجانات بقى ايه؟ سياحة السباقات. لا السفاري مش يبقى معنى مثلا يا دكتور في الغابات أو في الصحراء وبيبقوا بالظبط بيمشوا يعني بيأدوا المشي يعني. اللي هي ايه، اللي هي بنمشي مجموعة كده بيبقوا مع بعض بيمشوا في سيرا على الأقدام، بيدخلوا بقى في مناطق يا إما طبيعية يا إما مناطق جديدة بيستكشفوها، يا إما بيروحوا أماكن ما يعرفوهاش. المهم إن هي دي الفكرة بتاعت السياحة السفاري. تمام، تمام تمام. نيجي بعد تمام كده السياحة الاجتماعية، وأعتقد إن سلمى هتقول لنا يعني إيه السياحة الاجتماعية، او ايه اللي تعرفيه عن السياحة الاجتماعية. سلمى، السياحة الاجتماعية مثلا تبقى مجموعة من الناس وبعدين مثلا متجمعين فرد مع واحد. بعض يعني بيروحوا رحلة. تمام، طيب سارة عندك فكرة ايه السياحة الاجتماعية؟ لا بصراحة تمام، هي ممكن قريبة شوية أو قريبة كتير يعني من اللي سلمى قالته، إن هي مجموعة من الناس ما شاء الله، يعني انتوا بتستنبطوا من الصورة بس، بتستنتجوها من الصورة بس، صح جدا. يعني اللي هي ايه، مجموعة من الناس ماشيين مع بعض أو خرجوا مع بعض، اتفقوا إن هما يروحوا رحلة مع بعض، فبالتالي بتكون الرحلة مخفضة أو الرحلة بيكون سعرها قليل. تمام، سواء كانوا دول بقى أسرة مع بعض، أصدقاء، أيا كان. بعد كده عندي سياحة المؤتمرات. سياحة المؤتمرات من أشهر الأسواق السياحية اللي موجودة عندي مؤخرا في كل دول العالم، اللي معظم الدول بتحاول إن هي تجذبها، علشان السائح العادي لو بيصرف 50 جنيه، سائح المؤتمرات بيبقى ضامن إن هو جايب 100 جنيه أو 200 جنيه. إزاي؟ أنا عندي سياحة المؤتمرات بيتحدد لها أيام، يومين ثلاثة، اليومين ثلاثة دول بيبقوا مدفوعين أصلا من قبلها في الفندق، فبالتالي الإيرادات المفروض هتدخل عن طريق سياحة المؤتمرات بتبقى معروفة في على الأقل الجزء اللي هو بتاع الإقامة في الفندق على الأقل. لكن في حاجات تانية بتشغلها سياحة المؤتمرات، ممكن نعمل جانب سياحة المؤتمرات معارض، ممكن مثلا الناس اللي موجودة هيروحوا يزوروا الأماكن الأثرية اللي موجودة في المنطقة، ممكن إن هم هينزلوا يشتروا من المحلات، ينزلوا يشتروا من البازارات السياحية، ينزلوا يشتروا بقى الحاجات بقى الخاصة بالسياحة الثقافية، زي مثلا ايه، زي المفارش، زي الحاجات اللي مصنوعة من الخوص، ايا كانت هي ايه. بس سياحة المؤتمرات من اهم الاسواق،
اللي بتدخل دخل كبير بالنسبة للسياحة بيكون مصاحب ليها عدد من السياحات التانية، زي مثلا سياحة المعارض مثلا، لأن كل مؤتمر غالبا غالبا مش كل المؤتمرات بس غالبا بيكون مصاحبه معرض. طيب عشان اقدر ان انا اقول ان الدولة دي مناسبة ان هي يدخل فيها سياحة المؤتمرات، او انا كدولة اقيم سياحة المؤتمرات، المفروض يبقى متوفر عندي ايه عشان اقول للدولة كده، او اقول الدولة دي لازم يتعمل فيها سياحة مؤتمرات؟ ايه؟ قاعات مجهزة مثلا، صح، قاعات لازم تبقى المكان ده يعني في أمان سياسي أو اقتصادي، يعني جدا لازم يكون آمن. ايه كمان؟ طب ايه يا سارة، ما عندكيش اي كومنت عليها؟ مثلا شركات وكده أما كده يعملوا مؤتمرات عشان يتكلموا عن حاجات زي كده. تمام، ده تعرفها إيه؟ صح، اللي هو مثلا احنا لازم يكون عندنا في الدولة دي ايه، لازم يكون متوفر عندي قاعة او قاعات، القاعات تبقى مجهزة، سواء كانت بالترجمة الفورية، سواء كانت بالسماعات، سواء كانت، مهم ان هي تكون مجهزة بشكل كامل علشان اقدر اقيم المؤتمر فيها بدون ما يحصل اي مشكلة، بدون ما يحصل اي حاجة. تمام. طيب تاني حاجة، لازم تكون الدولة دي عندي في منطقة آمنة. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان السياحة عموما مش سياحة المؤتمرات بس بتتأثر اكتر، يعني من خصائص السياحة ان هي اكتر حاجة او اكتر عنصر بيقدر ان هو يتأثر بالعوامل اللي موجودة حواليه، فلو في المكان ده او البلد دي ما فيهاش امن مش هيبقى في سياحة، وبالتالي مش هيكون في سياحة مؤتمرات، فانا مش هاخد الناس واقول لهم تعالوا نروح نعمل مؤتمر مثلا في مكان والمكان ده معرفش في ناس بيقتلوا بعض، او في ناس مثلا بيعملوا ايه، ارهاب، او في ناس مثلا بيتخانقوا مع بعض. لا، لازم يبقى عندي المكان مستقر امنيا علشان اقدر ان انا اجيب السياحة فيه. طيب ايه كمان؟ لازم يكون عندي في المكان ده بعض العوامل اللي هقدر ان انا افرج الناس عليها، سواء كانت ايه، سواء كانت عوامل طبيعية زي مثلا هاخدهم في جولة في النيل، هاخدهم مثلا في رحلة معرفش في ايه، المهم اللي هي الحاجات الطبيعية، هيتفرجوا على شلال، هيتفرجوا على جبل، لازم يكون عندي مزارات يقدروا يروحوا يزوروها، إيه سواء كانت ممكن تكون حاجات سياحية إيه أثرية، ممكن تكون مثلا هيقعدوا على البحر بس يستجموا، المهم ان يكون عندي في المكان ده عوامل جذب اقدر ان انا اعمل برنامج للناس اللي جايه دي بعيدا عن المؤتمر، يعني يخلصوا المؤتمر واعمل لهم مثلا جنبها رحله، يسافروا كذا، يروحوا يتفرجوا على كذا، يعملوا كذا. تمام. طيب دي سياحه المؤتمرات. نيجي بقى للسياحه البيئيه طبعا. طب خلينا ناخد سياحه الحوافز الاول عشان هي مرتبطه شويه بالايه، بالمؤتمرات. طيب سياحه الحوافز من الاسواق الجديده اللي معظم الدول، هي مش جديده قوي بس هي يعتبر نوعا ما جديدة، بس من السياحات اللي كل الدول عايزة ان هي تجذبها. ليه؟ لان الشركة زي ما سارة قالت ان هي بتعمل ايه، بتطلعهم الرحلة دي علشان ياخدوا حافز، ياخدوا هدية، لو انت حققت اللي انا عايزه انا هديك رحلة لمصر، لو انت حققت اللي انا عايزه انا هديك رحلة مثلا تروح تزور القاهرة، تروح القاهرة التاريخية، المعز والازهر ومعرفش ايه، تروح الاقصر، تروح اسوان، ايا كان. تمام. دي سياحة الحوافز اللي هي الهدية او الحاجة اللي الشخص بيديها له كدافع عشان يحقق الربح تاني. بعد كده عندي سياحة، انتوا كده تمام معايا؟ في مشكلة في اللي انا قلته؟ لا تمام. لا يا دكتور، تمام. طيب بعد كده عندي السياحة البيئية. السياحة البيئية دي نوع من انواع السياحات اللي ظهرت علشان تحافظ بس على المناطق اللي موجودة، سواء كانت المناطق دي طبيعية او زي ما احنا بنسميها تراث طبيعي، اللي احنا هناخده ان شاء الله المحاضرة اللي بعد الجاية، اللي هي ايه، التراث الطبيعي اللي احنا المفروض نحافظ عليه، الحاجات الطبيعية اللي موجودة في المكان ده واللي احنا لازم نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة علشان الأجيال اللي بعد كده تقدر تستفيد منها. دي السياحة البيئية بشكل بسيط جدا، سواء كانت الايه، سواء كانت المحميات، محميات طبيعية، سواء كانت مثلا الشعاب المرجانية اللي موجودة عندي في البحار، سواء كانت البحار نفسها، الأنهار، المحيطات، أي حاجة لها علاقة بالبيئة أو أي حاجة موجودة في البيئة أقدر أحافظ عليها علشان السائح يجي يزورها ويكون عندي سياحة بيئية، أو الشخص يتفرج على المناطق الطبيعية أو المناظر الطبيعية. يبقى ده كده
السياحة الاجتماعية، سياحة المؤتمرات البيئية والحوافز. بعد كده عندي السياحة الثقافية، واللي هي المفروض الأساس بتاعنا في المادة دي، واللي هندرسها بشكل موسع جدا أو مفصل جدا، ونوضح فيها كل حاجة. وقلنا إن السياحة الثقافية دي بتمثل عندي 10% في السوق المصري. طيب السياحة الثقافية دي يعني إيه؟ يعني أنا بقدر إن أنا أتعلم حاجة، أو بقدر إن أنا أزور مناطق مثلا أثرية، أعرف معلومة، أي حاجة لها علاقة بالحاجات الأثرية، أو إن أنا مثلا أشوف إزاي بيقدروا إن هما مثلا في النوبة بيعملوا طراز معين، أو بيشغلوا على الهدوم بشكل معين، أو بيعملوا بالخوص أشكال معينة زي مثلا العدد بتاع الصعيد. هنعرف كل الحاجات دي في المادة دي إن شاء الله، أو في نوع السياحة الثقافية. بعد كده عندنا سياحة المعارض، ودي اتكلمنا عنها في سياحة المؤتمرات، وقلنا ان هي ممكن تكون معرض منفصل لوحده او تابع للمؤتمر. سياحة المعارض، اكتر الدول المشهورة عندي بسياحة المعارض مين؟ تفتكروا مين اكتر دولة مشهورة عندي بسياحة المعارض؟ فكروا. طيب مين اكتر دولة صناعية تعرفوها؟ هو انا الصوت واصل صح، بس انتوا اللي مش عارفين صح كده؟ ايوه صح. تمام. انا بتأكد بس ان الصوت كده تمام واصل. طيب نقدر نقول ان المعارض دي ممكن تكون بتعرض حاجات صناعية، منتجات مثلا، ممكن نقول مثلا بتعرض حاجات ثقافية زي معرض الكتاب، ممكن نقول المعرض بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو معرض تراثنا، ممكن تكون ان هي مثلا خاصة بالمعرض، إيه مثلا إيه منتجات زي مثلا المنتجات الجلدية او المنتجات الخزف، بينتجوا اخشاب معمول عليها بشكل معين او طراز معين، وهكذا. المعارض بتختلف، يا اما بتكون معارض ثقافية زي الكتب، يا اما بتكون معارض المنتجات. المنتجات دي يا اما بتكون مثلا زي الجلود، زي الخزف، زي الخشب اللي هو متروز عليه او شغالين عليه، او بتكون منتجات الكترونية زي مثلا عندنا في دبي عاملين منطقة يعتبر كاملة خاصة بالمعارض ده، وبيعرضوا فيها أحدث التكنولوجيا أو أحدث الحاجات اللي وصلت ليها الدول بشكل عام. يعني ممكن تلاقي جناح خاص بكذا، بدولة كذا، دولة كذا، دولة كذا، وبدأوا يعرضوا آخر التطورات أو آخر الحاجات اللي وصلوها علميا. طيب بعد كده دي في سياحة المعارض. طبعا سياحة المعارض برضو من الأسواق اللي يعتبر حديثة نوعا ما، واللي معظم من الدول برضو بتحاول ان هي تجذبها ليها عشان تحقق اكبر قدر ممكن من الربح، سواء كان من سائح داخلي او سائح خارجي. زي احنا مثلا كده لما هنروح ان شاء الله المعرض بتاع تراثنا، فاحنا ان شاء الله كده هنحقق ايه؟ سياحة داخلية، سياحة معارض داخلية. تمام. طيب بعد كده، بعد كده عندي سياحة الدراجات. سياحة الدراجات دي نوع من أنواع السياحات الحديثة اللي موجودة في بعض الدول والبعض التاني لأ. طيب هي موجودة في بعض الدول علشان الدول دي عملت طريق أو عملت طرق كتير عشان تكون موجودة عنها، حققت مثلا إن يكون عندها طريق ممهد، طريق ممهد علشان يقدروا يعملوا فيه السباقات بتاعتهم، حطت مثلا في الطرق دي وحدات مجهزة بالإسعافات، مستشفيات قريبة، حطت مثلا إن يكون عندها وقاية كاملة أو ناس متابعة، الناس اللي هم بيعملوا السباقات بتاعة الدراجات لازم تكون موجودة، لازم تكون موجودة. السيارات، الطرق الممهدة، لازم يكون عندنا كل الحاجات اللي هيحتاجوها، أو لو حصل مشكلة هيلاقوها موجودة عندهم. بعد كده عندنا سياحة المعاقين، والمفروض المصطلح ده اتغير، بس احنا بما انه مضروب كده فاحنا بنحاول نقول الاسم الصحيح ليه، اللي هي سياحة ذو الهمم أو سياحة ذو الاحتياجات الخاصة. وطبعا انواع السياحه كلها ممكن تحقق دخل كبير، بس سياحه المعاقين او ذو الهمم دي بتحقق اكبر قدر ممكن من الدخل. يعني انفاق السائح العادي ممكن يكون مثلا 20 جنيه، فانفاق السائح ذو الهمم بيكون مثلا 200 جنيه، اللي هي بتحقق من ضعف من 30 ل 200% من ضعف السائح العادي، من مصروف من الانفاق بتاع السائح العادي. السائح العادي معظم الدول عندنا حاليا بقت بتعمل الصورة اللي زي ما انتوا شايفينها كده على اليمين، اللي هي ايه، بتمهد طرق مثلا توصل للبحر، الفنادق مثلا من الفندق للبحر،
مثلا الفندق نفسه بيكون فيه الممرات لازم مناسبة لمين؟ للسائح اللي هو مثلا ما بيقدرش يتحرك. عند الأهرامات مثلا برضو الصورة التانية بقى عندنا ممر كامل موجود خاص نقدر نحرك فيه اللي هم ذو الهمم. تمام، سياحة ذو الهمم أو سياحة المعاقين دي بتحقق أكبر قدر ممكن من الإنفاق من الدخل، عشان كده معظم الدول قالت أنا لازم يكون عندي سياحة المعاقين. فده خلى عدد كبير جدا من المنظمات إن هي تكون موجودة، زي مثلا أشهرهم جمعية الشمس، قطار الشمس، ودي جمعية بتقام كل سنة بتعمل رحلة بياخدوا فيها من 3 لـ4 سائحين على مستوى العالم كله، وبياخدوهم في الرحلة دي وبيفرجوهم على المناظر الطبيعية، على الأثرية، أيا كانت هي ايه، المهم ان هما بياخدوها وبتكون كاملة على نفقتهم. تمام، على أساس ان هما بيقولوا ان السائح المعاق أو ذو الهمم زيه زي السائح العادي، فلازم يتمتع بحياته الطبيعية. تمام كده صح؟ ايوه تمام. تمام. بعد كده عندنا السياحة، انا بشوف ان هي يعني بصراحة من الطف انواع السياحات، لان هي بيندرج فيها حاجات كتير جدا. هي سياحة الاهتمامات الخاصة. يعني ايه سياحة الاهتمامات الخاصة؟ يعني كل واحد مهتم بهواية معينة، فانا ده انا عندي حاجة تفيد الهواية دي، طب انا هعمل صناعة السياحة دي. زي مثلا عندنا في مصر لما عرفنا مثلا ان احنا بيجي عندنا طائر، السياح بتحب جدا ان هي تمشي وراه بس عشان تتابعه، او تمشي عشان تتفرج عليه، او بيعمل ايه، او عايش حياته ازاي. فحققنا لهم احنا الحكاية دي وعملنا عندنا سياحة اللي هي سياحة مشاهدة الطيور. فين؟ في الفيوم، اشهر الاماكن عندي اللي هي الفيوم. السياح بيعملوا ايه في سياحة مثلا مشاهدة الطيور؟ بيتنقلوا من مكان لمكان، مش مهم عندهم التكلفة، مش مهم عندهم قطعوا مسافة قد ايه، مش مهم عندهم يقيموا في ايه. يعني حتى لو عملت لهم مثلا بيت صغير كده من الخص وقلت لهم هو ده البيت اللي انتوا هتقعدوا فيه، ما عندهمش مشكلة. في المقابل ان هما ممكن يدفعوا مبلغ كبير جدا، مش فارق معاهم. يعني مش مقابل ان هما دفعوا مبلغ كبير فيقول لك لا انا لازم اقعد في فندق يكون كذا، لا، هو مش فارق معاهم خالص يقعدوا في فندق ايه، اهم شيء ان هم يحققوا الغرض بتاعهم اللي هم عاوزينه من الرحله دي، واللي هو ايه، مراقبه الطيور بتاعتها. زي البجع عندنا، زي الكروكي، زي الخضيري، دي عند انواع كتيره موجوده عندنا هنا في الفيوم، وبيحصل لها عمليه متابعه او تتبع من السائحين. يبقى احنا كده نقدر نقول ان سياحه الاهتمامات الخاصه هي السياحه اللي ما بتقيدش بمسافه، بيتنقلوا من مكان لمكان، ما بيفرقش معاهم هم رايحين لفين او ايه، مش فارق. الطائر ده مثلا قعد في مصر يومين، انا قاعد في مصر يومين، هيمشي يروح مثلا على استراليا، انا رايح وراه في استراليا معرفش 3 ايام، هيمشي يروح مثلا على امريكا، انا رايح وراه على امريكا 4 ايام، مش فارق. يبقى ما بيتقيدش بمسافة، بينفقوا فلوس كتير علشان يشتروا المعدات بتاعتهم، علشان يتنقلوا، علشان يقدروا يتابعوا الطائر بتاعهم او الطائر اللي هم ملهمين بيه. تالت حاجة ان هم ما بيفرقش معاهم هيقعدوا فين، اهم شيء ان هم يعملوا الغرض بتاع الرحلة بتاعتهم. طيب ايه المثال التاني غير مشاهدة الطيور؟ عندنا السياحة الفضائية. السياحة الفضائية نفس الكلام، بتلاقي الشخص بيروح وكالة ناسا، وكالة ناسا بتعلن مثلا ان احنا عندي الاسبوع الجاي او الشهر الجاي او في شهر كذا هيكون عندي رحلات للفضاء. فالشخص ده بيبقى متيم ان هو يروح الرحلة الفضائية دي ايا كانت هي فين بقى، يروح وكالة ناسا ويتفق مع وكالة ناسا، او يدرج اسمه في الجدول اللي وكالة ناسا عاملاه، وبتبدأ وكالة ناسا قبلها بكام شهر تاخده تدربه ازاي يتعامل على انعدام الجاذبية، ازاي يقدر ياكل، ازاي يقدر يمسك الحاجات، كل الحاجات دي. طب هيتعامل مع البدلة اللي هو لابسها ازاي عشان يحافظ على جسمه، علشان الضغط هناك مثلا، او عشان الجاذبية، كل الحاجات دي بيعلموها له في مدة من شهر لـ3 شهور. وبعد كده بيبدأ ان هما ياخدوه بقى يخرج يروح الفضاء، بياخد جولة حوالين الارض او في الفضاء، احيانا بتكون مدة 3 ايام، واحيانا بتكون اسبوع. كانت وكالة ناسا في فترة من الفترات قالت ان هي لقت عدد كبير جدا من الناس يعني حابين النوع السياحة دي، على الرغم ان التكلفة بتاعتها عالية جدا جدا جدا، فعملت قالت ان هي هتنتج فندق. الفندق ده هيكون على شكل مركبة فضائية، وهتبدأ إن هي تجهزه بنفس الحاجات اللي موجودة في الفندق بس بما يتلائم مع انعدام الجاذبية،
وبالفعل السوق ده فعلا بقى مشهور جدا، وبقى فيه عدد كبير جدا من الناس بتروح للرحلة دي او بتروح المكان ده، وبيبقوا حاجزين قبلها بفترة او بمدة كبيرة كمان. بعد كده عندي سياحة الجولف. سياحة الجولف دي من اشهر السياحات، او احنا بنسميها سياحة الاثرياء. ليه؟ بيدفع فلوس كتير فيها مقابل وقت صغير، او احنا دارجينها كده، يا اما سياحة الجولف، او هتلاقي في بعض الناس تقولك سياحة الاثرياء، الناس الغنية. خلاص. طيب السياحات دي بيبقى محتاج ليها ملاعب مجهزة، محتاجة ادوات بطريقة معينة، محتاجة ناس بتعرف ان هي تلعب اللعبة دي، او على الاقل يكون في مدرب يوجههم يعملوا ايه في البداية كبداية. طبعا دي من الاسواق اللي معظم الدول بقت بتحاول ان هي تجذبها، لان مش كل الناس بتروحها. احنا اتفقنا ان هي اسمها سياحة الاثرياء، فبالتالي الناس الغنية هي اللي هتروح، فهتصرف كتير مش بس على سياحة الجولف، لا ده هتصرف كمان ان هي هتنزل تشتري، هتنزل تتعامل مع معرفش سواق تاكسي، هتنزل تتعامل مع كذا مع كذا مع كذا. فانا ما بس ما شغلتش نوع السياحة دي، ده انا شغلت انواع سياحات كتير جدا حواليها، فبالتالي حققت دخل للدولة بشكل كبير. الحاجة الرابعة عندي سياحة العودة للجذور. يعني ايه سياحة العودة للجذور؟ عارفين لما مثلا يكون ناس اصلهم مولودة في مكان، وبعدين تهاجر او تبعد عن المكان ده وتروح تعيش في مكان تاني، وبعدين بعد فترة يحسوا ان هم محتاجين يروحوا يزوروا البلد اللي هم نشأوا فيها، اللي كان فيها ذكرياتهم، اللي كان، فبيرجعوا تاني، يعني زيارات للبلد دي. دي اسمها العودة للجذور. احنا بقى عندنا في مصر السياحة اليونانية، يعني احنا بنحاول زي ما هو موجود قدامكم دلوقت، زي ما كان الرئيس بيقول ان هو عاوز يفتح سوق السياحة اليونانية عندنا، او بمعنى اصح بيدعو اليونانيين ان هم يجوا عندنا، لان احنا عندنا معظم او نسبة كبيرة عندنا حاجات منشوئة او اتنشأت من ايام ما كانوا اليونانيين موجودين. يعني مثلا لو افترضنا ان احنا عندنا بعض القصور الموجودة، القصور الاثرية، معمولة بطراز معين بيتناسب مع الطراز اليوناني، او مثلا مدارس اتفتحت من ايام ما كانوا اليونانيين موجودين، او في مدارس اللي كانوا فاتحينها اصلا اليونانيين، فاحنا بنقول لهم تعالوا زوروا المدارس بتاعتكم، او تعالوا زوروا الاماكن اللي انتوا كنتوا عايشين فيها، او تعالوا شوفوا الذكريات بتاعتكم واسترجعوا الحاجات دي. طب احنا كدولة استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا بقى عندنا سوق جديد اسمه سياحة ايه، العودة للجذور. استفدنا ان احنا هيدخل عندنا دخل من نوع السياحة دول، هيشغلوا الطيران، هيشغلوا عندنا الناس اللي موجودة حوالين السياحة نفسها، قلنا تاكسي، فندق، هيشغلوا مثلا السوبر ماركت اللي تحت اللي هيشتروا منه، هيشغلوا محل العاديات او التذكارات السياحية اللي هم هيشتروا منها، هيشغلوا كل الناس اللي موجودة. احنا اتفقنا ان السياحة بشكل عام بتشغل حواليها مش السياحة بس، لا بتشغل حواليها اكتر من 9 وظائف تانية. تمام. طيب يبقى انا عندي في سياحة الاهتمامات الخاصة عندي 4 حاجات، هما كتير جدا بس انا اخدت منهم دول، اللي هما ايه، اللي هما السياحة الفضائية، وسياحة العودة للجذور، سياحة الجولف، وسياحة مشاهدة الطيور. عندي طبعا سياحة الفراشات، عندي الحاجات دي، اعتقد ان انتوا قبل كده اخدتوا سياحة الفراشات، فانا حبيت اجيب لكم حاجة جديدة انتوا ما خدتوهاش. طيب في مشكلة في اي حاجة في الجزئية اللي فاتت؟ لا يا دكتور، تمام. طب في اي اسئلة انتوا عايزينها او حابين تسألوها في الجزء اللي فات؟ لا تمام لا يا تمام، دكتور، تمام. يعني كل حاجة واضحة كده؟ تمام. نيجي بعد كده عندي مقومات السياحة. امتى اقول على البلد دي سياحية، او انا اقدر ازاي اخلي البلد دي سياحية، او مثلا ازاي اقدر اجذب السوق بتاعي ان هو يجي للبلد دي؟ امتى اعمل كده، او اعرف اعمل كده ازاي؟ لما البلد دي يبقى فيها الاساس، او زي ما احنا بنقول النشأة اللي تخليني اقدر اعمل رحلة ليها، اللي احنا بنسميها في لغة السياحة مقومات السياحة، الحاجات اللي موجودة في الدولة اللي هتساعدني ان انا نعمل رحلة لزيارة كذا، رحلة للاستمتاع بكذا. يعني مثلا رحلة لزيارة الاهرامات، رحلة لزيارة المتحف المصري، رحلة لزيارة مثلا التمتع بالنيل، السد العالي، مقابر طيبة، ايا كان. يبقى انا عندي الاساس بتاعها عشان كده اقدر اعملها، اعمل الرحلة دي، فاحنا بنسميها مقومات سياحية. طيب المقومات السياحية دي بتنقسم عندي لقسمين، العرض السياحي والطلب السياحي.
يعني ايه عرض سياحي ويعني ايه طلب سياحي؟ العرض السياحي هي الحاجات اللي موجودة عندي بالفعل اللي انا اقدر استغلها عشان اعمل رحلة سياحية. الحاجات اللي انا اقدر اقول يا جماعة انا عندي كذا وكذا 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 وهعمل منه رحلة، انا عندي الاهرامات وعندي النيل وعندي المتحف وعندي مجمع الاديان ايا كانت بالاماكن كلها اللي فيه، عندي القلعة، فانا هقدر ان انا اعمل رحلة وهيشمل الخمس اماكن دول. ده العرض السياحي اللي هي المجموع الحاجات اللي موجودة عندي او النشاطات او الفعاليات اللي موجودة عندي اللي اقدر من خلالها اجيب السائح يعمل تجربة وتكون ناجحة، يعني لازم تكون ناجحة. تمام؟ ايا كان العرض السياحي ده بيتكون من ايه. طيب الطلب السياحي، الطلب السياحي يعني ايه؟ يعني السوق قدامي عاوز ايه، الناس اللي عندي عايزة ايه، الناس اللي موجودة بتحب رحلة ايه، عشان انا اعمل الحاجة اللي هم عاوزينها، اعمل لهم الرحلة اللي هم عايزينها ايا كانت الرحلة فين، بس هم اللي طالبينها خلاص. وطبعا احنا هنتطرق لجزء الطلب السياحي في المادة دي وفي مادة الأسواق بشكل أكبر، يعني احنا هناخدها في المادة دي بس عشان نعرف الأنواع بتاعة الطلب السياحي، لكن في مادة بحوث الأسواق احنا واخدينها بشكل مفصل خلاص. طيب يبقى احنا قلنا المقامات السياحة يا إما بتنقسم إلى عرض سياحي معلش سوري أو طلب سياحي. بعد كده عندي العرض السياحي. في العرض السياحي أنا قلت العرض السياحي بينقسم عندي لحاجتين، عوامل الجذب السياحية والخدمات والتسهيلات. طيب عوامل الجذب السياحية دي أصلا يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي موجودة عندي وهقدر إن أنا أدخلها في برنامج سياحي، هقدر إن أنا هعمل منها رحلة السائح هيجيلي مرة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة بيها، اللي هي إيه بقى؟ العوامل الطبيعية والمقومات البشرية والسياحية. طيب يعني إيه العوامل الطبيعية ويعني إيه المقومات البشرية والسياحية؟ العوامل الطبيعية اللي هي الحاجات اللي موجودة في المكان اللي ربنا خلقها فيه، اللي سبحان الله ربنا هبها أو خلاها هبة في المكان ده فميزته، زي مثلا الجبال، بحيرات، أنهار، زي مثلا في مصر نهر النيل مثلا. كل الحاجات دي أنا الإنسان ملوش أي دخل فيها، ربنا وجدها في المكان ده فاحنا بنقدر نستغلها عشان نعمل بيها رحلة. المقومات البشرية دي العوامل الطبيعية خلاص. طيب نيجي بعد كده على المقومات البشرية. المقومات البشرية هي ايه؟ اي حاجة بيعملها الانسان، اي حاجة بيصنعها الانسان، إيه سواء كانت بقى من الناحية التاريخية، سواء كانت من الناحية الادبية، ايا كانت، يعني مثلا زي الاثار، زي مثلا الفنون الشعبية اللي احنا هناخدها بالتفصيل. انتوا إيه معايا؟ طب في حد سامعني يا شباب؟ سواء كانت المقومات البشرية والسياحية. طيب هنكمل المحاضرة. المقومات البشرية والسياحية زي ايه؟ طب انتوا كده رجعتوا تاني يا شباب؟ ايوه موجودين. طيب خلاص كده الصوت رجع تاني؟ ايوه يا دكتور الصوت موجود، طيب تمام خلاص الشاشة تمام. ما جاتش، الشاشة ايه؟ الشاشة ما جاتش لسه. الشاشة ما جاتش. تمام ظهرت قدامكم. ايوه تمام كده. طيب بالنسبة للمقومات البشرية والسياحية بقى، احنا قلنا العوامل الطبيعية اللي هي ايه، اللي هي الحاجات الطبيعية اللي موجودة في المكان، الحاجات اللي ربنا خلقها في المكان نفسه واحنا نقدر نستغلها ان احنا نعمل برنامج سياحي. طب المقومات البشرية والسياحية، المقومات البشرية قلنا ان ملناش دخل فيها، اللي الانسان ده عملها، الانسان هو اللي صنعها، الانسان هو اللي حاول وسعى عشان يبقى عندنا حاجة مميزة، زي مثلا الآثار، زي مثلا الأهرامات، المتاحف، زي مثلا الفنون الشعبية واللي احنا هندرسها بشكل مفصل جدا في الجزء الخاص بالفلكلور الشعبي ان شاء الله، زي العادات والثقافات الخاصة بكل دولة او بكل منطقة، زي مثلا عندنا اهل النوبة او جنوب اسوان او جنوب النوبة، دول بيبقى عندهم عادات
وتقاليد معينة، زي مثلا عندنا أهل الصعيد عندهم في مناسبات معينة بيكون عندهم عادات وتقاليد معينة، زي مثلا عندنا الإسماعيلية عندهم بعض الحاجات المميزة في بعض المناسبات، وهكذا. كل دولة من الدول دي إن شاء الله هندرسها بالتفصيل في المادة دي، بس يعني كمان محاضرتين أو 3 إن شاء الله. طيب الحاجة التانية، أو نقدر نقول الحاجة الأخيرة معانا في المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله، هتبقى الخدمات والتسهيلات. ايه الخدمات والتسهيلات؟ هي الحاجات اللي تقدر تساعد الرحلة السياحية بتاعتي، او تقدر تساعد البرنامج بتاعي ان هو يتعمل. يعني زي ايه؟ زي المقومات الخدمية. يعني ايه المقومات الخدمية؟ يعني الحاجات المجهزة في المنطقة بتاعتي او في البلد بتاعتي عشان اقدر اعمل برنامج سياحي، زي البنية التحتية، زي البنية الفوقية. يعني ايه بنية تحتية؟ زي الكهرباء، شبكات المية، الاتصالات، المستشفيات، النقل، وسائل النقل المختلفة، دي كلها في البنية التحتية لازم تكون متوفرة عندي عشان أقدر أعمل برنامج سياحي أو رحلة سياحية. ما هو أنا مش هينفع إن أنا أعمل برنامج سياحي وأنا أصلا عندي مثلا شبكة المية بتقطع على طول مثلا، ومش هينفع برضو الكهرباء بتبقى مثلا طول اليوم قطعة وأنا هعمل برنامج سياحي، ومش هينفع عندي اتصالات تكون مقطوعة فأنا هاخد السائح عندي وأعزله عن الدولة كلها. لا، انا لازم يبقى متوفر عندي البنية الاساسية. ممكن يحصل ضروبات في بعض الحاجات في بعض الاوقات، بس مش على طول. تمام، دي بتساعدني ان انا يكون عندي برنامج سياحي او بيكون عندي رحلة سياحية. طيب البنية الفوقية زي ايه؟ احنا اتفقنا ان المقومات الخدمية بتنقسم لحاجتين، بنية تحتية وبنية فوقية. البنية التحتية دي احنا قلنا ايه؟ شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، النقل، ايا كانت، الصحة اللي هي المستشفيات يعني. البنية الفوقية بقى اللي هي ايه؟ البنية الفوقية اللي هي الحاجات اللي بتساعد السائح مع الحاجات الأساسية. زي ايه مثلا؟ زي مثلا مستوى الخدمة في منطقة الأهرامات وأنا بزور الهرم، التذكرة، التيكت بتاعي، السعر بتاعها، مثلا المطاعم بتقدم لي أكل كويس ولا بتقدم لي أكل وحش، بتستغلني ولا ما بتستغلنيش. خلاص تمام كده. مراكز الترفيه مثلا بيبقى عندي مثلا في المكان ده بعد ما اخلص الجوله السياحيه بتاعتي او ان انا اتعرف على الاثار او هقدر ان انا الاقي مكان اقعد فيه ارتاح شويه ولا مفيش. طيب ارتحت في كافيه مثلا او في اي مكان، هقدر ان انا مثلا اروح في مكان مثلا النيل مثلا، اخد جوله كده في النيل، اتمشى مثلا على الكورنيش مثلا واشوف الاماكن اللي هناك. لازم الحاجات دي كلها تبقى موجوده عندي في البنيه الفوقيه. يبقى انا عندي في المقومات الخدمية بنية تحتية وبنية فوقية، وكده عرفت البنية التحتية هي ايه والبنية الفوقية هي ايه. طيب تاني حاجة، المقومات الفنية والتشريعية. يعني ايه؟ يعني ان انا يكون عندي تشريعات او قوانين تساعد على قيام السياحة. يعني ما عقدش الموضوع بالنسبة للاستثمارات السياحية، احاول اسهل للمستثمرين عشان بدل ما يبنوا فندق يبنوا 10، بدل ما يبنوا كافيه يبنوا 20. احاول ان انا اديهم كل الدعم عشان يقدروا ان هم يوفروا لي منتج سياحي او يوفروا لي اماكن سياحيه اقدر ادخلها في البرنامج السياحي تساعدني ان انا يبقى عندي برنامج سياحي. خلاص. طيب بعد كده الصناعات التقليديه. اتفقنا على الصناعات التقليديه اللي هي الحاجات اللي بتبقى المنطقه دي متميزه بيها من زمان، وبتبقى غالبا بتبقى بالايد، شغالين فيها بالايد، زي مثلا الحاجات اللي بيعملوها من الخوص، زي مثلا التطريز اللي بيعملوه من الايد. تمام. وطبعا الصناعات التقليديه برضو هناخدها فصل كده كامل ان شاء الله في ماده السياحه الثقافيه. بعد كده عندي الجوانب العلميه والادبيه والثقافيه والاجتماعيه. يعني انا يبقى عندي اجتماعيات، او عندي الناس على الاقل متقبله فكره وجود برنامج سياحي او متقبله فكره وجود السائحين عندي. ما ينفعش ان انا يبقى عندي سائحين والاقي الدوله او الناس اللي في الدوله بيحاولوا ان هم يبعدوهم او ما تجوش، انتوا ايه اللي جايبكم بلدنا؟ لا، انا لازم عندي الناس تبقى مرحبه بان انا يكون عندي سائحين. طبعا احنا عندنا يعني كثقافه بنقدر ان احنا نتاقلم، او احنا كمصريين يعني نتاقلم على اي سوق بيجي هنا في مصر.
طيب بعد كده عندي المجال الأمني، وفي المجال الأمني ده احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عشان يكون عندنا سياحة مؤتمرات، كانت سلمى تقريبا او سارة حد فيهم قال ان انا لازم يكون عندي الأمن، لازم ما يكونش عندي اي منطقة فيها إرهاب، ما يكونش عندي اي منطقة فيها حروب، ما يكونش عندي اي منطقة فيها تفجيرات نووية او غير نووية او اي حاجة لها علاقة بالامن، واقدر ان انا اعمل برنامج سياحي. لا، العنصر الاساسي والاول والمهم عندي عشان البرنامج السياحي ده يجي يكون عندي المجال الامني مستتب، او عندي كل حاجه كويسه. بمعنى كمان هفكركم ان ايام مثلا الثورات، لما كان قام ثورات وعملنا وعملنا وعملنا، تقريبا كانت اكتر حاجه مضروره عندنا السياحه، لان السائح هيقول ايه، انا هروح البلد ليه، ده فيها ثوره، دي فيها معرفش ايه، طب ما انا اروح مكان تاني واقدر استفيد بيه واستجم، مش هروح ادفع فلوس ويعالم بقى اذا كنت هرجع او مرجع. لا، تمام كده. يبقى انا عندي المقومات السياحيه قسمناها لعرض وطلب، والعرض قسمناه لعوامل جذب وخدمات، والخدمات وعوامل الجذب قسمناها عوامل طبيعيه ومقومات بشريه وسياحيه، وبعد كده الخدمات والتسهيلات قسمناها للخمس حاجات الست حاجات اللي موجودين قدامكم دول. تمام كده، دي محاضره النهارده. وفي اي اسئله خاصه بالمحاضره؟ لا يا دكتور، شكرا. تمام، يعني كده فهمتوا كل الجزئية اللي أنا قلتها؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام، خلاص ماشي. إن شاء الله في المحاضرة الجاية بقى إن شاء الله نتقابل. ماشي ان يا شاء دكتور، الله. شكرا، ماشي، سلام، مع السلامة. مع السلامة.